فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المرء مريضا فهل الأفضل أن يصلي على الكرسي أو أن يجلس على الأرض؟ وهل صحيح أن السجود هو أخص صفات الصلاة وأن الصلاة ما شرعت إلا لأجله؟ الصلاة شرعت لأجل أعمالها كلها، ما هو لأجل السجود فقط. الركوع، القيام والركوع والسجود كله من الصلاة، كله عبادة لله عز وجل، والجلوس كله عبادة لله عز وجل. نعم.